ومعرفة. يعني معروف انه من اكرمه الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم فهو متفرغ بطبيعة الحال للدعاء والاستغفار او ما يفتح الله عليه سبحانه وتعالى من فيوضات رحمته. اما من لم يقدر له ان يتواجد في هذا المكان الطاهر الطيب، هل من شيء مستحب لي من بين كل الطاعات في هذا اليوم؟ الصيام. ونحن هنا تميزنا به عن الحجيج هناك. نعم. الحجيج لا يصومون، لما؟ لانهم مشغولون بامر عظيم، الوقوف والدعاء والذكر والتلبية ورفع الصوت ويجأرون إلى الله بالدعاء. نحن هنا نصوم، إذن ده ميزة لنا. نعم. وشيء جميل جدا أن الإنسان يقدر له أن يصوم هذا اليوم. الأمر الثاني وده مهم قوي، كثرة الذكر في هذا اليوم والتكبير. إحنا أنا بنبه الناس أحيانا ما بتكبرش إلا بعد الصلاة فقط. لا يتذكر التكبير إلا بعد الصلاة. التكبير عندما تجلس بين أبنائك تتذكره، عندما تصعد سلما، عندما تهبط، عندما تذهب إلى عملك، وأنت خارج وأنت ماشي في أي وقت، في يوم عرفة وغير يوم عرفة لحد رابع يوم العيد اللي هو ثالث أيام التشريق. كل الأوقات دي يا جماعة، مسألة التكبير مش خاصة بالصلاة فقط، مسألة التكبير دي في كل وقت. التكبير فيها من أعظم الشعائر في هذه الأيام. طب هي الثواب فيها لها صيغة معينة ولا مجرد الله أكبر؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله كبير، الله أكبر كبير والحمد لله. حسب ما يفتح الله عليه. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة معينة في التكبير. تمام. خالص في هذه الأيام. ولكن هي صيغ مختلفة استحبها العلماء ووردت عن بعض الصحابة والتابعين. طب الإنسان يعني يكسر منها. البعض